السلام عليكم البنات، جيسبر تكونوا مزيانين، تكونوا بخير وعلى خير. نورمالمون هذا غادي يكون البدايه تاع الفلوغ، ولكن الحقيقه هو النهايه. اليوم هو النهار اللي غادي نروحوا فيه الوجده، اليوم هو النهار التالي في الخمس ايام اللي فوتناهم مع حالة البوكينغ، واليوم هو النهايه تاع هذا الاسبوع الرائع. احنا دابا في لوتيل موغادور، فوتنا يومين في لوتيل تاع الفيزير ودابا في لوتيل تاع لو موغادور. شوف، كانت عندي الفرصه انني نسافر بزاف تاع المرات، فرص اللي هي مختلفه. الاول مره فريمون كنحس بلي ما باغيش نولي. غالبا كتكون هكا يومين ويكاند، كنقول ناري فقاش نولي نريح هذا، باسكو كيكونوا تري شارجي، كيكون بروغرام شارجي بزاف. اليوم كانت خمس ايام ومع ذلك ما تمنيتش، كان ما كانش كان 6 7 سيمانه هذا، باسكو فريمون نقدر نقول بلي اسبوع بارفي بمعنى الكلمه. ما نقدرش نوصف لكم كيفاش الاجواء، يعني حتى ملي كيكونوا هكا دي فوا مع الجروب كتكون فنزل مع البنات شي حاجه، كيكون في البروغرام شي حاجه، كتكوني فرحانه بالاكسبيريونس، كتكوني فرحانه بالسفر، كتكوني داكشي كامل، ولكن كتكون شي حاجه ديرونجيتي منها بشي لقطه. اول مره فريمون كيكون اسبوع، يعني كنقول لكم يعني بارفي بامتياز بهذا المعنى هذا. اول حاجه من ناحيه ليكيب، دونك ما تكونوا جينا مع حال البوكينغ، حال البوكينغ اللي فيه زوين سكو، انه اول حاجه من ناحيه تاع السميه سكو حلال. دونك بالنسبه حنا البنات المحجبات او للمسلمات او لاي واحد اللي كيقلب مثلا على اوتيل اللي ما فيهش الخمور، اوتيل اللي يقدروا يلبسوا فيه البوركيني، اوتيل اللي تقدري تكون فيه الماكله حلال، بزاف د الحوايج ولا لي كونديسيون اللي انت كتقلبي عليهم في السفر ديالك باش يكونوا حلال. دونك هو كيسهل لك هذه القضيه هذه. ثاني حاجه، على حسب ما شفت وسولت، ان لي بري هما نفسهم، دونك على حسب في الموقع في مواقع اخرى، دونك تقدروا تتصلوا بهم ديريكتومون. كي فوالا لقيت فواحد لوتيل اخر يعني رخص من عندكم وكيعطيكم كيردوا لكم الفرق نتاع الفلوس ما بين لوتيل واللي لقيتو في موقع وفي موقع ديالهم. زاد على ذلك انهم عندهم دي فيلتر، دونك تقدروا تختاروا على حسب نتوما شنو بغيتوا. انا تكون مثلا فقط يعني يكون اوتيل 100% ماكل حلال، اولا مثلا تكونوا باغيين دي بيسين فقط نتاع لي فام، اولا يعني كطلبوا واش كيكون بوركيني. وهذا الشيء ماشي فقط في المغرب، في العالم كامل. نقول لكم ان معليش كاين 6 نتاع البنات اللي غادي يربحوا معنا. اول وحده اللي ديجا لونسيت الجيفوي، دونك راه كاين في لاباج انستغرام، راح نخلي لكم اللينك في لاباغ دانفو، دونك نتوما غادي تجربوا معنا. اول وحده عندها 1000 دولار نتاع البوان، دونك 1000 دولار نتاع البوان اللي تربحها على الموقع باش حتى نتوما تجربوا لو سيت. 5 نتاع البنات غادي يربحوا كل وحده فيهم 100 دولار نتاع لي بوان، دونك كل وحده فيكم غادي يكون ان شاء الله لو تيراج او سور باش نعلنوا على نتاع الفائزات اللي غادي يكونوا. الا بغيتوا تشاركوا الموقع غادي تلقاوه في صندوق الوصف باش نتوما تشاركوا وتجربوا السفر مع حال البوكينغ. فريمون احسن تجربه، احسن ايكيب بمعنى الكلمه. ديجا جيت لمراكش، ولكن ما جيتش لمراكش ما شفتش مراكش، ما شفتش مراكش. اليوم نقدر نقول بلي جيت لمراكش، شفت مراكش، شفت اكثر البلايص اللي معروفه بهم مراكش. زرت كل شيء، شفت كل شيء. ثاني حاجه اللي بغيت نقول ميرسي بزاف فريمون لكاع البنات اليوتيوبرز لي انفلونسرز اللي كانوا معنا في هاد الخمس ايام هادو. فرحت بزاف فريمون باش اني نتعرف على كل وحده فيهم. ديجا بنات يعني كما نقولوا بنات المغرب، بنات بلادي، اكرام ناري فوتنا لقيتها ما يمكنش، شبعنا ضحك، شبعنا نشاط. الاكرام كتكتب بالضحك، راه ما يمكنش السيده مع خوله حتى هي ميمو، ميمي ديامون فريمون بنت غزاله ظريفه، شفتو البارح فريمون قصرنا هضرنا رزانة وتباسة. من بعد تلاقينا مع بنات من مدن مختلفة، من بلدان مختلفة، فريمون كانوا بنات غزالات، تبادلنا اللهجات اللغات، فوتنا وقت زوينين، تواصلنا، فرحنا بزاف حتى حنا نكتشفوا بلادنا، هما يشوفوا بلادنا. فريمون ملي كتشوفوا شي بلايص كتدخلوا الاماكن كتحسوا فريمون في الافتخار. حاجة أخرى اللي فرحت بها بزاف أنا وريما اللي نتسنى تكملوا وتفوقاش تلحقي علينا الله يحفظك، هي اننا تلاقينا الناس، تلاقينا بزاف ديال مراكش اللي كاس كبير 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 بزاف. الدنيا اللي مدينه مراكش، دونك الدنيا كتكومونتي لي كاع لي فيديو ديالي في يوتيوب، كنلقى لي كومونتير نتاعها بغاهم احسن لي كومونتير اللي كيجيوني. وتلاقيتها هنا في مدينه مراكش، كل ما كندير حتى شي ستوري كتقول لي راني هنا راني هنا، وتلاقيتها فريمون كتبقى الله. احساسك اختي انت في هاد الخمس؟ والله كان احساس رائع جدا، وسعيده جدا بتواجدي معكم. ما كنتش متوقعه زعما بهكا، انا كنت جايه زعما النشاط الضحك، ما جينا هنا بحال اللي رحنا
يعني العائلة ولا بشكل مفوت منك شي زوين. 50 كتجيني فاتت في السن. فوالا هذه كانت البداية تاع الفلوج، صارت تكون شويه طويله ولكن لابد انا ندير هذه البداية هذه فوالا باش نشاركوا معكم، باش نقول لكم كيفاش بغيو بغيت نصوروا لي فيديو. وحنا عندنا ديك الاحاسيس، مشيت نمشيو للدار وحنا مازال حنا في الاوتيل. شكرا بزاف ليكم، جيسبر الفلوج يعجبكم. نموتوا فيكم، نتلاقاكم ان شاء الله مره اخرى، فرصه اخرى مع حل بوكينغ الاخيره، غتكون بالفرح. دونك فوالا ميرسي. هاي صباح الخير عليكم. دونك اليوم حنا لبسنا واجدين غاديين مدينه مراكش. رطات كيما مورفين ديما اول مره غادي نركب الطياره. يا سلام، شي نموت نسجل الرياكسيون تاعي. انا خايفه عندي التشبيه ديالي. فوالا حنا واجدين غادي نمشيو دابا، حنا في الدار غادي نستنى خويا الله يرضي عليه. كنستنى وكنعاود نمشيو للمطار ونتلاقاكم بلاتي باش نشوفوا الرياكسيون تاعي. واو مازال ما قلناش. تظله أوقاتكم ومرحبا بكم، يسعد القلب بكم وجميع أعضاء الطاقم أن يرحبوا بكم على متن هذه الدائرة من بونغ سوا سوا 30 تمام، عفوا أمبير تسوى. سنصبح على مدار دربدا محمد الخامس محطتنا المقبلة بعد مضي 55 دقيقة من الطيران. نشوف معاه. بسم الله. اوكي. يا نور هذه الرحلة. نشوف معاه انا. انا داك الشيء اون ديتاي بيان سور. شوف شنو المنظر من هنا. واي ما انا زيت شي بيز. زي زيما لا تشي زوين. دير ايمان جدا بدا المنظر. ندير لكم داكشي بحال المونتاج ياك ايمان. ندير لقطه بلقطه. استنى ندير لهم هاد الدخله الاولى. تنوني بحال عاد كيدور الدخل دادوش. لا واحد لهيا واحد دوشي بان دابا فن بلا ما نوريكم الله لاحظت شي حاجه. منشوف لاحظت شي حاجه بالكم. واه خطير.
شنو قادين نشوفوا لباس تقليدي اللي ما غادي نهبطوا نتعشاو. تلاقينا مع البنات صراحه غزالات بزاف، بغينا نوريكم احنا وحنا دابا نتعشاو نوريك الاجواء الرائعه، داكشي خطير فريمون جوفتني بزاف Toute l'équipe. So for example, ladies and gentlemen, when I will say Sawira, one, two, three, the table is Sawira. The dancer and animator is Halima. The second big applause for animator Ian. صافي صافي عييتي يعني ديال الوقت نتاع الركاد طلقي شي غير ركاده نزيد طلبتيها وكما طلقات عارفين نكون هكا في الاغماء في نعيط انعاش كيما انعاش انعاش
كنت حيد اخويا شداك رد ممكنش ممكن بابا غادي صافي نمشيو نعسو جبنا البيجاماتنا نرتاحوا باش نعسو شويه البرد والله كشدو البرد بزاف وي البرد بصح البرد بزاف العشاء نمشيو نرتاحوا دروك ياكي باش غدا نصبحوا اون فورم غادي من بعدا بعدا جمعت الحوايج خملت لهيه كانت الروينه هذا باش يعجبني اختي تبارك الله عليك مقدش الناس نظمت كلشي قادت كلشي انا والله خا تقسمني غادي نبقى ياكلني عارف هذيك الحاجه عارف كتقدم لي لو ديال الزيت جمعت كلشي بون غنمشي نعسو دابا انا بديت حطيت لي فيديو هنايا بونوي سرانيو سرانيو تاتا 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 تاتا